يا دور ما بيصير فاضي بس فين شعور القومين هاي بعض هاودي هاود ما بيش مثل بعض هاي مثل بعض يا وحيد محمد وحيد. استهدفت صواريخ شديدة الانفجار من معسكر بريديج في ريف حماة مدينة كفرنبيل. طبعا الاستهداف كان هو على وسط مدينة كفرنبيل. أدى هذا الاستهداف طبعا الاستهداف كان ب 14 صاروخ متفجرات استهدفت أحياء سكنية ومنازل مدنيين، أدى إلى دمار كبير كتير في هاي المنازل واندلاع حرائق كبيرة في هاي المنازل المدنيين. الحمد لله لحد هلق ما في أنباء عن أي إصابة حدثت في المدينة. لا حيث ايوه بس معلش في طال ولا معلش يا محمود جار اخو محمود عبي عبي عبي